انهيار داليا مبارك على المسرح في السعودية ورسالة منها: أولادك ما لهم ذنب يعيشوا تعاستك. أحيت الفنانة السعودية داليا مبارك حفل بعض من ذكرياتي ضمن فعاليات موسم حفلات الدرعية في الرياض، إلا أن ما أثار صدمة الجمهور انهيارها بالبكاء على المسرح أثناء أدائها أغنية أثق فيك. وفي التفاصيل، وأثناء غناء داليا توقفت عند مقطع لا تسويها أمانة لا تسويها وبدأت بالبكاء، إلا أنها استدركت الأمر وتمالكت نفسها بصعوبة واضحة لاستكمال الغناء، كما تفاعل الجمهور معها بشكل كبير بالتصفيق والتشجيع لها لتكمل الغناء، فيما حصد أداؤها تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع الذين أكدوا على دعمهم وبكائهم معها. وندري غلط عمرك تكون بيني وبينك. وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا خبرا في انفصال داليا عن زوجها الأمريكي، وهذا ما صدم الجمهور، إلا أن الصدمة الأكبر كانت بظهور الفنانة السعودية عبر حسابها الرسمي في انستغرام لتؤكد الخبر وتعلن عن انفصالها عن زوجها بعد زواج دام 7 سنوات، كما تطرقت للحديث في إحدى المقابلات التلفزيونية عن الأولاد وأنه لا ذنب لهم في أن يعيشوا تعاسة الأم التي تبقى في الزواج الفاشل لأجل الأطفال، إذ بنظرها الأم يجب أن تنهي العلاقة السامة وتعتمد على ذاتها لتكون سعيدة، وبالتالي سيكون أطفالها سعداء. المرأة لما تكون سعيدة حتربي أطفال سعداء، لما تكون تعيسة حتربي جيل تعيس. هم ما لهم ذنب يعيشون تعاستك واختيارك إنك تبقين. اطلعي من الزواج الفاشل وحتبدي حياة أنجح وفيها سعادة أكبر، وحيكونوا أطفالك سعداء.